عقبه المرض اللي انت مريت بيها بسبب يعني عملت جراحة، انا فاكر كانت صعبة جدا في العمود الفقري كانت بتهددك بالشلل على ما اذكر، مظبوط؟ كلمني عن تجربة المرض والألم والمعاناة وايه سبب المرض اللي حصل لك. انا من ايام الشقاوة وكده كنت بعمل اللي هو اسمه كليف هانجينج، اللي هو بتبقى حبل وبتروح كده زي فالي معينه وتنزل بقى الصخر بحبل معين كده بتنزل بيه. المهم ان انا وقعت يعني مره من المرات، وقعت وقع مثلا حوالي 25 متر كده، وقع على صخره ودقلجت والحبل حرق بقى ايديا، كانت كلها على عظم. بعديها بقى مش عايز اقول لك بكام سنه، بس اكتر من 10 15 سنه حصل حاجه بقى. لما وقعت حصل زي شرخ في العظمه اللي بتمسك الفقرات اللي هي بتاعت الظهر العمود الفقري، فكسرت ونزلت على النيرفز نفسها العصب. العصب، فابتدى يحصل شلل كده في رجلي. فالدكتور لما كشف عليا قال لي انت لازم تروح تعمل العمليه دي بسرعه جدا عشان هيحصل الموضوع ده. بس رحت عملت العمليه. 10 ساعات في العمليات. 10 ساعات كان المفروض، قالوا لنا في المانيا قالوا لنا ان هي تبقى 3 ساعات، وكانت ميران مستنياني بره. العمليه اخذت 10 ساعات، بيقول لي انت كان بيطلع منك دم كتير جدا، فمدت 10 ساعات وبقت صعبه جدا، وعشان يطلعوا مش عارف. المهم يعني حصل خير تمام جدا والحمد لله ربنا ستر. لاي مدى اثرت العمليه دي عليك نفسيا وانسانيا؟ نفسيا عايز اقول لك وجسديا كمان. لا جسديا الحمد لله مفيش تأثير، ما عدا يعني في حركات معينة مثلا ممكن تضايقني. بس أقولك نفسيا إنسانيا، أنت لما بتمر في حاجة زي كده بتبتدي تفكر في حياتك، تفكر في الحاجات المهمة في حياتك أو الحاجات اللي موجودة كل يوم في حياتك وأنت ما بتقدرهاش. يعني لما تبص من شباك أوضتك تبتدي تبص تشوف الحاجات اللي انت شايفها كل يوم، تشوفها بطريقه مختلفه، تقول انا مقدر ده، مقدر ان انا عايش في المكان ده، مقدر ان انا قادر امشي للمكان ده، مقدر ان انا عندي صديق زي ده، بنت زي دي، ام زي دي. فبتقدر كتير جدا وتبتدي تعيش يومك بايجابيه اكتر. شايفك رياضي وبتمارس الرياضه بشكل، بتعمل ايه دلوقتي؟ يس انا بشوف ان الجسم ده نعمه من عند ربنا ولازم كلنا ناخد بالنا منه. فالصحه دي مهمه قوي. انا كنت زمان وانا صغير كنت بعوم كتير وبلعب ووتر بولو، وبعد كده كملت بقى الجيم، بس هي الجيم و بجري كتير.